بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أقيمت عدة فعاليات في العاصمة المؤقتة. اللجنة الوطنية للتحقيق مجلس بادعاءات الإنسان انتهاكات هي حقوق مجلس الإنسان عقدت مؤتمرا صحفيا لعرض ما تم رصده خلال شهر نوفمبر الفائت، تضمنت العديد من الإحصائيات لمختلف الانتهاكات. الشهر الماضي كان معنا رصد قرابة 600 وأكثر من 612، وبالتالي لو يعني حصرنا الأرقام التي قامت بها اللجنة في التقرير السابق أظهرنا بأن العدد تجاوز 8000 الانتهاك. حق المواطنة المتسابق. وزارة حقوق الإنسان أقامت فعالية رسمية واستعرضت عددا من انتهاكات الميليشيا الانقلابية. الحكومة عازمة من خلال وزارة حقوق الإنسان على فضح ونشر وتوثيق ورصد كافة الانتهاكات التي يقوم بها الانقلابيون، سواء في سجونهم أو من خلال المعتقلين أو القتلى المدنيين أو الأطفال وتجنيدهم وكافة انتهاكات حقوق الإنسان. ويظل الوضع الإنساني في اليمن أكثر مأساوية مما يوثقه الراصدون وينقله الإعلام. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.